نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. وإلى درعا، حيث الجهات المختصة تقتل 3 إرهابيين وتلقي القبض على 8 آخرين، بينهم إرهابيون شكلوا محكمة ميدانية لقتل المواطنين في ريف درعا الشمالي. وبعد تفجير الجسر المقابل لبلدة خربة غزالة يوم السبت الماضي، حافلة ركاب تسقط من على الجسر. اشتبكت الجهات المختصة مع مجموعات إرهابية مسلحة في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين وإلقاء القبض على 8 آخرين، ممن نهبوا وسلبوا وحرقوا وقتلوا وروعوا المواطنين، لا بل وأقاموا محاكم ميدانية قتلوا من خلالها 10 مواطنين آمنين من المنطقة المذكورة والقرى المحيطة لأنهم لم يرضخوا لمطالبهم. وخلال المداهمة ضبطت الجهات المختصة أسلحة ودراجات آلية، إضافة إلى كميات من الدخان المهرب ومجسم لساعة حمص. طبعا بات الهدف معروفا من هذا المجسم وتوظيفاته. لم يمضي أسبوع حتى كانت نتيجة الأعمال الإرهابية ماثلة أمامنا، حافلة ركاب قادمة من المملكة السعودية باتجاه مدينة الرقة سقطت في الحفرة التي خلفها تفجير الجسر المقابل لبلدة خربة غزالة السبت الفائت من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما أدى إلى إصابة السائق والمعاون بكسور ورضوض. أنا من خربة غزالة طالع من بيتي من هون، وشاهدت الكرنك جاي من ناحية الأردن على السراق، بس صار عند في حاطين ساتر تراب وحاطين دولاب، خفف الزلمة كان يوقف معه، ظل نازل بقلب الجسر. جاي من السعودية، فاجأنا بهالحرية، الشباب اللي بسوينا حرية، الجسر دحق الباص، يعني هاي الحرية تفاجأنا بها، الحرية هاي. ليك يعني على أرض الواقع البول منهاد من أرض الشباب، من حرية الشباب، هاي مو اسمها حرية، هاي اسمها دمار، هاي هدايا حمد وهدايا كل من له إيد بدمار هالبلد، هذا اسمه نفاق مو حرية. إذا كانت عاقبة عدم الامتثال لأوامر الإرهابيين هي القتل، فماذا يكون حكم من يدمر سوريا؟ وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور أكد حصول تسلل من لبنان إلى سوريا وبالعكس، وحصول تهريب للسلاح. وقال إن القوى الأمنية اللبنانية استطاعت ضبط عناصر مسلحة. وأضاف منصور أن السلطات السورية طلبت من لبنان ضبط الحدود لما لهذا الموضوع من انعكاسات على البلدين، وأن السلطات اللبنانية تمكنت بالفعل في الآونة الأخيرة من ضبط الأمور إلى حد كبير، وتم نشر الجيش اللبناني مشددا على أن سوريا لم تطلب رسميا تسليمها أي شخص موقوف في لبنان. ورأى الوزير منصور أن الوضع في سوريا سيستتب، موضحا أن للبنان خصوصية مع سوريا، وأن العلاقة التي تجمع هذين البلدين هي علاقة مميزة لا مثيل لها بين أي بلدين في العالم. أهالي مدينة إدلب أكثروا إصرارا على مواصلة حياتهم المعتادة، وحركة نشطة في الأسواق وتحسن الطقس فرصة للتنزه. هنا إدلب الخضراء تعيش أجواء الأمان والاستقرار بعد أن استعادت دورة حياتها الطبيعية. أسواق إدلب كشوارعها تعج بحركة المواطنين الذين يتسوقون ما تنتجه أرضها من منتجات لمستهلكيها وتوريد بعضها لعدد من المناطق الأخرى، وسط توفر كافة المواد مع ارتفاع طفيف لأسعار بعض المواد التي من المتوقع أن تعود إلى الانخفاض. المواد متوفرة كلياتها وهادي السوق، ومشاكل الحمد لله ما بكويسة كلياتها. إدلب كتير كويس الحمد لله، ما في شيء الحمد لله، كله تمام، الأسواق تمام، الأسعار شوية تحكموا فيها، هلا الحمد لله راح تصير كلها تمام، وسمعنا أنه راح ترجع الأسعار مثل ما هي. سو يعني شوية ارتفاع أسعار بس كويس، يعني ماشي الحمد لله، ماشي وعايشين والله على ما يرام. المواطنون في المدينة استغل بعضهم الجو الربيعي الجميل للتنزه، بينما ذهب البعض الآخر إلى الأسواق للتبضع وشراء المستلزمات من ألبسة وحاجيات أخرى مع رؤيتهم لمدينتهم وهي تضج بالحياة.
وفي حمص أهالي حي باب سباع يستعيدون وقع حياتهم بعد عودة الأمن والاستقرار إلى الحي، ويبدأون بإصلاح ما دمرته المجموعات الإرهابية المسلحة. نحن هاي العدوية، منطقة العدوية، والحمد لله الوضع كتير جيد كويس. ايه ها ليك جاي بخضرات وجاي. الحمد لله مساعة رجع الأمن والاستقرار على البلد، الحمد لله لك يعني يطلع فوت كل شيء. جانا على بيوتنا وصار أمان وصرنا فينا نطلع ونفوت، وأنا هلا جاي على بيت أختي إلي 3 أشهر ما جيت لهم. نشكر الله. حشود من المواطنين في ساحة السبع بحرات بدمشق تحت شعار سوريا أمي العظيمة يؤكدون على دور الأم في بناء الوطن وحمايته. لأنها وهبت أبنائها أغلى ما تملك، نظم مجموعة من الشباب السوري مسيرة تضامنية بعنوان سوريا أمي العظيمة، تم خلالها تكريم أمهات الشهداء. نحن من قبل كرمنا بنات الشهداء وكرمنا أبناء الشهداء، كرمنا العائلات، ولكن هاي الأم السورية اللي نزلت على الساحات لحتى تحس أنه نحن ما لنا نسيانينا هي سبب كبير كتير، لأنه نحن لسه صامدين. نحن نفتخر بأنه أرضنا هي سورية، وما بدنا شيء إلا أن تكون سورية بألف خير. ونحن شباب وصبايا وكبار صغار كلياتنا، كل واحد ما بيقدم واحد بيقدم 10 بيقدم 100 قد ما في قدم، لأنه كل شيء ما في شيء أغلى من وطن، ما في أغلى من تراب الوطن. نحن وطننا يعني فوق كل شيء، لا بنشرب دولارات ولا بنشرب شيء. أنا معاقر، عندي أولاد، أنا بعتبر اللي راحوا شهداء بعتبرهم أولادي، الله هيك يهنيهم. هو نبض شباب سوريا الذين يكرسون مفهوم العطاء ومحبة الوطن لأمنا الأزلية سوريا. سوريا الأم التي يحيا أبناؤها في كنفها منذ آلاف السنين، أقل ما تستحقه منا أن نقدم روحنا لها، فكان الشهيد وكانت أم الشهيد. لأخبار التلفزيون العربي السوري مروى عرب، دمشق. وبعد أسبوع من تفجيري دمشق الإرهابيين، فريق شباب دمشق التطوعي يضع أكاليل الورد في موقعي التفجيرين مؤكدا العزم على الصمود في وجه الإرهابي والإرهابيين. هناك من يعمر ذكرى الشهادة بالجسد والدم، وهناك من يسير على نفس الخطى ليخلد هذه الذكرى. زاروا مكان التفجير الإرهابي في منطقة القصاع شباب دمشق التطوعي، وضعوا أكاليل الورد وأنشدوا النشيد السوري في موقع التفجير. بحب وجه كلمة لحماد، شو ما عمل بسوريا ولأتباعه، شو ما عمل بسوريا، سوريا رح تضل شامخة، رح تضل قوية. وتقدمت أكاليل الورد هتافات شباب دمشق التطوعي في زيارتهم لموقع التفجير الثاني في الجمارك. سوري سوري سوري، جيش العربي السوري. جينا اليوم مشان نترحم على الشهداء اللي راحوا بتفجير الأسبوع الماضي، وجايين لنثبت إنه كلياتنا إيد واحدة. جايين أول شيء لنترحم على كل الشهداء، وجايين نفرجي العالم إنه نحن شعب واحد. شو ما بدهم يعملوا، نحن شعب سوري واحد، الدم السوري واحد. شباب سوري واعد وقصص للشهادة خطت بدم سوري خلدتها حجارة هذا المكان. لأخبار التلفزيون هبة بيشاني، دمشق. وقفة تضامنية مع سوريا تقيمها اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري وقيادته الوطنية داخل أراضي فلسطين المحتلة منذ عام 48 بمشاركة وفد من أهلنا في الجولان السوري المحتل. والمشاركون يؤكدون رفضهم للتدخل الخارجي في شؤون سوريا ودعمهم لمسيرة الإصلاح. مراسلنا عطا فرحات وهذه المتابعة. على أنغام النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية حماة الديار والنشيد الوطني الفلسطيني موطني، بدأت فعاليات اليوم التضامني في مدينة سخنين الجليلية مطلقة شرارة يوم الأرض الخالد وأم شهداء انتفاضة الأقصى، وبمشاركة وفد من أبناء الجولان المحتل
وعدد من القيادات الوطنية في الجليل الفلسطيني، دعما لمسيرة الإصلاح ورفضا للتدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية. وما اجتماعنا اليوم هنا في قرية سخنين إلا للتأكيد على موقف الإخوة الشرفاء من موقف القيادة السورية وموقف الشعب السوري الممانع للغرب وكل القوى المتغطرسة التي تريد النيل من عروبة سوريا الموقف سوريا الممانع. سوريا عودتنا عبر التاريخ كانت وما زالت وستبقى بمشيئة الله أن تبقى قلعة لكل القوى الوطنية والقومية العربية، وأن تبقى حاضنة للمقاومة، أن تبقى دولة ممانعة أمام كل المخططات الغربية والعربية المتآمرة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أنتوا اليوم يا أمراء الخليج في الفصل الخامس من هاي الآية ستغلبون. جئنا لنؤكد أن ما يجري في سوريا ليس فقط مؤامرة، إنما مخطط ومشروع واضح المعالم، مشروع استعماري رجعي من الطراز الأول، ولكن بات نصر سوريا يلوح في الأفق مؤخرا. كما جئنا لنقول أيضا بل ونؤكد أنها ليست معركة سوريا ومعركة السوريين، إنها معركة كل أبناء الأمة، ولأن من سوريا سنبثق نظام إقليمي ودولي جديد ينعكس على القضية الفلسطينية بشكل مباشر. إن شاء الله بتظل سوريا العروبة صخرة بتتحطم عليها كل ألعاب وخطط الفاشلة هذولا لأحقامات الخليج، وإن شاء الله سوريا صامدة بقيادتها الحكيم إن شاء الله. عنا المهرجان كبير اليوم بسخنين، تأييد للشعب السوري، تأييد للقيادة السورية الحكيمة الشريفة. الله محيي الشعب السوري، الله محيي القائد الرئيس بشار الأسد. وتابع الخطباء في كلماتهم أن سوريا عبرت أزمتها بوحدة شعبها وحكمة قيادتها وبسالة جيشها البطل، وأفشلت المؤامرة التي تحاك ضدها. سخنين يوم الأرض الخالد، وسخنين انتفاضة الأقصى التي قدمت العديد من الشهداء دفاعا عن عروبة وتراب فلسطين، هي ذاتها اليوم تؤكد رفضها القاطع للمؤامرة على سوريا ولأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. عطا فرحات، التلفزيون العربي السوري، مدينة سخنين، فلسطين المحتلة. شيعت إلى مثاويهم الأخيرة جثامين عدد من شهداء الجيش العربي السوري استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة. عدد